فيها العديد من الأحداث الاجتماعية والعائلية، ومن خلال الحوار اللي يدور بين البطل والأشخاص وأبطال الرواية يتمحور خاصة في هذا الحدث، حدث الموت اللي هو أسس لنفسية متبكة، نفسية متقلقة بالنسبة للراوي للبطل، وتتمحور خاصة الأسئلة اللي تضحك من طرف الراوي في العديد من العلاقات الاجتماعية خاصة والعاطفية والنفسية. وهي رواية بالأساس رمزية، رواية رمزية تفكرية ووجودية أيضا، أسئلة عديدة تدفع للبطل في التفكير في الذات الإنسانية بالأساس، وفي مسألة الحياة، في مسألة الموت والفراق. في الحقيقة تبدأ الرواية من خلال جملة وحيدة يقرأها البطل على صفحة الفيسبوك. ما نيش بشكول على الجملة هذه حتى ندفع القارئ للاطلاع على الرواية بطبيعة الحال. ويقرأ الجملة هذه في ذات مساء، وتنتهي الرواية مع مطلع الفجر، يعني أن الراوي يبدأ الاطلاع على هذه الجملة على الفيسبوك، اللي هي الجملة التي دفعته أحداث الرواية في ليلة كاملة، في ليلة كاملة من المساء إلى الفجر. ولكن التذكر، حادثة التذكر واسترجاع الماضي هو يدوم لسنوات، يعني أن الراوي اطلع أو بدأ في روايته من خلال جملة، هي جملة زعزعت كيانه، وانطلاقا من جملة هذه يبقى يتذكر حتى مطلع الفجر. هناك تقنية الفلاش باك تماما، يبقى يتذكر حتى مطلع الفجر، ولكن يتذكر سنوات وسنوات طويلة. وهي في الحقيقة أحداث واقعية، معتها وقعت بالفعل، أحداث حقيقية تدور أغلبها في أحد المقابر. في جل أحداث الرواية هذه هي أحداث حقيقية وواقعية، بما فيها تلك التي قد تبدو للقارئ بأنها قريبة من الخيال، أو بأنها ما تجمش تكون واقعية بالكل. أنت هي في الحقيقة هي واقعية بطبيعة الحال. هناك الحبكة الروائية وما يمكن